الاتصالات لها أضرار ولها إيجابيات، ولكن أضرارها أكثر من إيجابياتها. فيه ملازم ثاني جاباني، وذيك الأيام في الحرب العالمية الثانية هو أرسلوه إلى الفلبين أو كوريا للفلبين، وقالوا خلك في تلة ثم واحتمل ماقف لأن يجيك الخبر. وقعد الرجال ثم ولا در أنهم صقعوا الجابان بهيروشيما. انقطعت الاتصالات وانقطعت الجوالات وانقطعت النفوس، ودق الرجال بتسعة وعشرين سنة، كل من جاه حتى أهله كلموه بالمكبرات وهو في رأس هذا التل. نحن انتهت الحرب، قال لن تنهزم اليابان، لن تنهزم اليابان. يا ابن الحلال أنزل من هذا الجبل، إننا أمك وأبوك و... سادو كونو نون ما سادو كوتي مين إنا ما تونو نومي تونو مين. يقول ننزل، فجاء يا طلع من السلامة، جاء كان بن عمرو ذيك الأيام مع دباب، لا ننزل. جو أنا أتكلم جد والله، القصة هذه معروفة، تدخل يوتيوب تحصلها. كمل كمل. طيب الله يعافيك الله يبقيك. والله أتكلم جد، موجودة في اليوتيوب، وأنا ودي إن عندي اسمه. وجاء الرجال اكتبوا 29 عام بعد الحرب العالمية حارب ما يدري عنه. المهم وجو أهله وجو أقرابه، جاء ولد متبرع قال ياباني، قال سوف أذهب إليه في التل وأخذه لأنني من بني عمه وكذا. وروح يا الرجال شنو كانوا تاتي كانوا وجعل الدنيا، وروح له ويوم لقيه إيه كاسانوني، يقول شن تبغى إيه كاناتوسوني ميديك، يقول أنا مسيطر على الوضع وش تبغى. قال أنا ميكاسونون تجابان، يقول أنا جيك من جابان. إيه والله عود والله يقول جلد ذهب الخاتك أنا شكشوك تنعجر فهم. آخر شيء يا طول عمر عودوا، جاء حاكم اليابان قال جيبوه لي حي ولا ميت، ما عاد في هذا الوزع. عود جابوه وسووا له حفلة، ولكن في النهاية بغوا يعدمونه، ولكن قالوا هذا الولاء الصحيح، هذا الولاء للوطن، كان موالي يقول لن تنهزم اليابان. شوف 29 عام كيف يقول لن تنهزم اليابان؟ يا كيف يقولها لن تنهزم اليابان؟ إيه كاسانو نو نو ما يقول كيف؟ ميسانو ما نو كوسر دو يقول قد حصدوا العالم. ومسكين للحين الآن يقول يعاني من التوحد. الله المستعان. الله وجهك والله يا أخي أنا عندي بس